السلام عليكم. عمل معرض الفنكوش بوست على الفيسبوك بيقول فيه الكاش ببلاش، ونزل بوستات على صفحته على الفيسبوك باسعار العربيات اللي هي المفروض تبقى دي الاسعار الحقيقيه، اكتر من 25 ماركه. انا بصراحه اتجننت لما شفت الاسعار دي. اخيرا في ناس محترمه وبتخاف ربنا. طبعا انا كانت نيتي صافيه وقلبي مرفرف شويه، وكان هيطلع لي جناحات وكنت هطير انا والعربيه ديت. طبعا ما كنتش عارف ان هو خازوق، والخوازيق في حياتنا عامله زي بسكوت ويكس، كل خازوق احلى من التاني. المهم حبيت ان انا افعل خدمه منع الخوازيق بدل ما البس تاني، ما انا شبعت بقى. فاتصلت بخدمه العملاء، وبعد رغي نص ساعه عرفت ان انا هلبس وانا ساكت. ترضى؟ اهو شفت، قلت لا. وطبعا عشان الناس فاهمه وناصحه، تم لفت انتباه المعرض ان هيتم تقديم بلاغ لحمايه المستهلك بتهم التضليل المستهلك وتقديم عروض وهميه. عمل ايه بقى الملك للسيارات؟ مسح البوستات وانتهى الفنكوش. طبعا بعد ما نزلوا البوست اللي شفتوه على صفحتهم، وبعد كمان ما لقوا نفسهم بيتفتحوا، المفروض انها شركه ليها سمعتها وشركه محترمه، بس اللي اتضح لي يعني غير كده خالص، ان في خازوق بيستنانا وخازوق بنستناه، وفي خازوق بينسينا الخازوق اللي احنا لبسناه. واضحه زي الشمس، لانهم موزعين. الموزع اخره يعمل خصم 2000 3. الموزع ما يعرفش ينزل في ثمن العربيه عن الوكيل، والوكاله قالت احنا مش هنخفض الاسعار مهما وصل الانخفاض في المبيعات. يعني انت مش هتخفض يا عم الحاج؟ خلاص، ولا انا هشتري، خليها تصدي عندك. بس في حاجه، هو مش مفروض في اتفاقيه شراكه ومع الاتحاد الاوروبي؟ وزي ما توقعت بعد ما اتصلت طلعت طريقه رخيصه بيشدوا بيها المشتري، بيشغلوا دماغهم علينا. زي كده ما تيجي تسال حد شغال في الضرايب هي الضرايب زادت ليه، فيقول لك علشان نغطي الدعم. طب الاسعار زادت ليه؟ علشان هنشيل الدعم. تبقى الضرايب هتتشال طبعا. لا ليه العب بليه. المهم ده كان ردهم عليا. انا قلت اني هدفع كاش. قال لي حضرتك تحط المبلغ وديعه باجمالي ثمن العربيه، وبضمان الوديعه اعمل كارد، والنظام ده موجود في كل المعارض لمده 5 سنين، وتدفع كل شهر اقساط لمده 5 سنين، وبعد 5 سنين العربيه تقف عليك بالسعر اللي هم منزلين بيه البوست. طب ليه يا عم الحاج اللفه السودا دي؟ ما انا معايا الفلوس كاش، وانت قلت الكاش ببلاش يا هماش. ليه اعمل وديعه واعمل كارد واشتري قسط وادفع قسط وادفع كارد؟ لا 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 لا، مش مرتاح لك الحكايه فيها. ان بس هنقول ايه؟ ما هو الالماني يصنع والخليجي يركب والمصري يتفرج ويصلي على النبي. يعني كده ببساطه لما المعرض يقول لك عربيتك عندنا من غير فوائد ومن غير مقدمه، قال يعني تقسيط اسلامي، اعرف على طول ان انت هتاخد بسكوت ويكس. ايه ده؟ لحظة واحدة، المعرض بيطلب مني وديعة بقيمة العربية. يعني مثلا لو انا هشتري عربية ب 300,000 جنيه، تحط وديعة غير قابلة للصرف بقيمة 300,000 جنيه، هتاخدها بعد انتهاء مدة القسط اللي هم 5 سنين اللي هو هيفرضوا عليك، وطبعا هتعمل تنازل عن الفايدة لصالح المعرض او البنك، يبقى 16% في 300,000 في 5 سنين، يعني حوالي 240,000 جنيه. ده على الاقل. انت بقى كل شهر تروح تدفع قسط عربيتك اللي هو المعرض هيقول لك اشتري قسط بسعر الكاش، فتدفع 5000 جنيه كل شهر لمده 5 سنين. بعد 5 سنين طبعا هتروح تاخد وديعتك وتتوهم ان انت فرحان وان المعرض عمل معاك واجب وخدمك. هيبقى معاك بقى بعد 5 سنين ايه؟ عربيه زائد ال 300,000 جنيه، مع ان المفروض يبقى معاك 300 زائد 300 زائد 240,000 جنيه. يعني انت اشتريت عربية ب 300,000 جنيه وقفت عليك ب 540,000 جنيه، والبنك والتوكيل طلعوا من وراك بربع مليون جنيه بقشيش. اللي استفادوا بجد هم المستثمرين اللي بيجمعوا العربيات في مصر، وكانت احلى فترة ليهم كانت فترة تعويم الجنيه اللي كانوا بياخدوا فيها هامش الربح كامل من غير ما يضيفوا اي ابن لذينة للسوق. وبرضه خلي بالكم اللي حصل في المغرب والجزائر وجنوب افريقيا، ده المفروض درس نتعلم منه. الدول ديت ما قالتش للمصنع اللي جاي يستثمر في بلادها لازم يبدأ ب 60% تصنيع محلي. الدول ديت وفرت بنية تحتية للمستثمر، فرص تمويلية، ضرائب مخفضة، وكهرباء، وغيره وغيره. من الآخر وفروا حوافز حقيقية تسهل الاستثمار في أي حاجة مش شرط العربيات بس. وطول ما انت مصنعك مقفول هتفضل زي ما انت ورا. وطبعا القرار مش هيستفاد منه لا الدولة ولا المواطن،
اللي بيحلم يشتري عربية بسعر يعادل سعرها العالمي. وبصراحة حملة خلاها تصد ديت مخلية الدنيا نايمة على الآخر. ده الراجل فيه زباين كنسلت وخدت مقدمات حجوزات علشان يروحوا للملك بعد ما نزل البوستات بتاعته. انت اولا بس عارف محل الملك دوت قد ايه؟ عامل زي محل كده حلويات صغير مش كبير. ازاي محل زي ده يعمل خصم كل ده؟ واكبر تاجر في مصر زي سمير ريان مش عامل 200 جنيه خصم ازاي؟ بس خلينا متفقين ان الملك للسيارات هز الدنيا بجد هزها. ليه؟ عشان انا غلبان ونفسي اركب عربية. طبعا كلنا بنقول ان ديت البوستات يعني اللي نزلها الملك للسيارات على الفيسبوك، قلنا دي اسعار العربات الحقيقية، وانا واحد منكم قلت فعلا دي اسعار العربات الحقيقية ومش هنشتري غير بالاسعار ديت. بس في سؤال هنا، عرفت منين ان دي اسعار العربيات الحقيقية؟ هتقول لي الجمارك. طيب على عيني وعلى راسي. طب انا اعرف ايه عن الجمارك؟ احنا نعرف ايه عن الجمارك؟ طب بلاش، اطلع انت اشتري العربية اللي هي الزيرو جمارك دي. هتقول لي مش هينفع، هقول لك لا ينفع، واحد معاه بطاقة استيرادية يجيب العربية. بس الاول شوف انت هتدفع فيها كام، وهتوفر ما بينها وما بين العربية اللي هتجيبها من هنا وسايبها تصدي كام. عارف كام؟ مش هتصدق، 12,000 جنيه. والمشتري ملوش دعوة، المركب جا حبة مية جم، حبة هوا جت، المركب مالت، العربية اتخبطت اتقلبت، ملهمش فيه، بتاعتك يا معلم. بس انا بتكلم في ايه بقى؟ انا بتكلم في هامش الربح. انت كتاجر حاطط هامش ربح عالي جدا. اللي هو كان بقى انا معرفش، بس انا اعرف ان العربية الكاشكاي بتكسب 100,000 جنيه، والمركب بتركب والمركب بتركن في المينا كده بس 100,000 جنيه. وانا عارف برضو ان انت عندك مصاريف زي مثلا محل موبايلات ممكن يجيب جراب من العتبة ب5 جنيه، على ما يوصل عنده هيقف عليه مثلا في حدود ال 12 جنيه. ليه؟ هقول لك عشان خاطر مواصلات وكهربا وقلة ادب ومرتبات ومش عارف وايه. هي نفس القصة. انا عارف. وانا بصراحة اللي عاجبني في حملة خلاها تصدي انها مخليه الناس ايد واحده، الناس كلها مع بعض متحدين بصراحه. بس في حاجه هنا يعني بعد اذنك انا عايز اتكلم فيها. هو واحد زيي او زيك عملنا جروب على الفيسبوك سميناه خليها تصدي، بقى في مليون شخص، يوقف الدنيا كده؟ دي هتجنني بصراحه. يعني انا ممكن اعمل صفحه على الفيسبوك، انا وانت كده نعمل صفحه على الفيسبوك نسميها خلاها تصدي، يبقى فيها مليون شخص، توقف السوق بالشكل دوت؟ انا بقول لا بصراحة. طب لا ليه يا عم؟ اقول لك استنتاج انا بقى. يعني القصة ان في ناس حبت تشارك رؤوف غبور وبتاع منصور هينضاي، فاللي ظاهر انهم ما وافقوش او ما اتفقوش مع بعض لاسباب احنا ملناش دعوة بيها طبعا. بس للي ما يعرفش منصور غبور احب اقول له يعني اون ذا ران، يعني كريدي اجريكول، يعني الشرقيه للدخان، يعني حاجات كتير قوي. طب انت تعرف ان المعارض بتخسر في العربيه الكاشكاي 30,000 جنيه، والسنترا 23,000 جنيه، والصاني 12,000 جنيه، علشان السوق يمشي ومش راضي يمشي؟ ورجعوا زودوا 5,000 جنيه في الكاشكاي وخمسة في السنترا وثلاثة في الصاني خسارة تاني علشان يمشي السوق ومش هيمشي. وفي الاخر هما اللي قالوا خليها تصدي، اللي عايز يشتري يشتري واللي مش عايز يشتري ما يشتريش. هيحصل ايه يعني؟ مكالمة للمصنع، الو يا مصنع ما تنتجش 2020، والتوكيلات اكيد هيقفلوا اوردرات 2020. من الاخر احنا هنقعد كده لغاية شهر 8 بموديل 2019. ما هو برضه خليك لماح، المعرض عمره ما هيخسر. طب دلوقتي الشغل اللي عندهم دوت هيطلع ازاي؟ هتقول لي اصل الدولار زاد شيلن، هقول لك ما هو نزل ريال، ودي قصة تانية مع البنك المركزي مش بتاعتنا مالناش دعوة بيها. كلامي كله داير ان هامش الربح بتاع الوكلاء عالي جدا، زيادة قوي هامش الربح بتاعكم. بس هو كام انا ما اعرفش، بس يعني راعوا الناس شوية. طب العربيات في السعودية انضف من الخليجي وارخص ازاي؟ انا بتكلم طبعا هناك. ازاي بيجيب عربية من اليابان ويدخلها السعودية ويكسب فيها 10 قروش بس؟ لحظة واحدة، هي الحكومة بتعمل ايه بتاعت السعودية؟ بتعمل ايه مع عبد اللطيف جميل وهو جايب عربية من اليابان؟
مع ان ليها كذا وكيل العربية الواحدة، انما هنا ما شاء الله كل عربية ليها وكيل. دلوقتي انا وكيل تويوتا في السعودية، لما بحب اجيب عربية من اليابان وادخلها السعودية بيتعمل معايا ايه؟ الوكالة طبعا مش بتخسر بس برضو مش بتكسب، وده بالنسبة لهم خسارة. هنا العربية سعة 1000 ل 1500 سي سي واحد، رسم وارد 40%، دي ضرايب. في السعودية مفيش الكلام ده. في حاجة تانية اسمها رسم تنمية 4.2% ده على 1600 سي سي، وكمان رسم جدول والقيمة المضافة 14%. اجمالي بقى البند الواحد كام؟ 67% من قيمة اجمالي من قيمة العربية بيدفعه لك. هو كله عمال بيتكلم في الربح العالمي والسعر العالمي والسعر العالمي. هو انا عايز اعرف بس اعرف حاجة، هو ايه اللي ماشي بالسعر العالمي او بالربح العالمي؟ طب روح سجل كده عربية 3000 سي سي في الشهر العقاري، عارف هتدفع كام؟ 54,000 جنيه. انا فاكر كنا بنروح نسجل العربية ب1003 و2000 والجراند كانت ب9000 جنيه. تخيل كده واحدة تعد 54,000 جنيه في نص ساعة، وخد يا كوثر عد الفلوس دي تاني، وان شاء الله لما تروح تشتري عربية هتسجلها ب7000 جنيه. اتفاقية الجات احنا كنا نسمع عنها من زمان بس ما كناش متخيلين انها هتطبق، ولو اتطبقت ما كناش هنستفاد منها بأي حاجة او مش هتفيدنا في اي حاجة. طب ليه العربية عندنا 7 فئات مع ان بره فئتين بس؟ طب انت تعرف ان المراية اليمين في الفيرنا نازلة بند اوبشن، المخادع اوبشن، الارضية اوبشن، السقف اوبشن، والسواق اوبشن. طب تعرف ان غبور لما بيجيب عربية هنا السنتر والانذار والحساس بيركبهم هنا في ارض الجمرك؟ علشان لو جابهم رسمي من بره زي كيا هيدفع كتير. انت تعرف ليه كيا اغلى من هيونداي؟ علشان جاية من بره كاملة بالسنتر والانذار 100% كوري، فلما بيدخلها بيعلي السعر على مين؟ على الوكيل. والوكيل هيعمل ايه؟ هو يا باشا سلم ماشي. وبره لا عندهم جدول واحد ولا جدول اتنين. التجار والوكلاء المفروض يراعوا الناس، والنزول اللي حصل ده مش نزول، دي حاجة عادية. وطول ما في وكيل واحد لعربية واحدة ده يبقى اسمه احتكار، احتكار رسمي فهمي نظمي. انزل بقى يا معلم السعودية تلاقي لكل عربية وكيل واتنين وتلاتة واربعة، والعربيات هناك ايه؟ فول اوبشن، ولا تلاقي ايرباج متشال ولا اي بي اس متشال ولا ابو نبيل عيان. قول من هنا لبكرة. بص يا سيادة التاجر والوكيل، احنا عايزين عربية مثلا 300,000 جنيه تبقى عاملة 250,000 بس، 50,000 جنيه كتير علينا. ولو حصل عروض الفترة اللي جاية قبل رمضان ديت برضو مش هيبقى اللي هو. والواد اللي عمل حملة الملك ديت واد جامد، قال لك انا هعمل ضجة، وهو فعلا عمل ضجة. هو انا معرفش ايه اللي حصل له يعني، اكيد اترفض ولا ايه معرفش. والمعرض اول حاجة الف ب بلوك، هو حب يلعب لعبة فجت على دماغه هو والتجار، قال لك نهز السوق ما يعرفش ان المنخل مخروم، كل ما حد يروح يقول له لا يا باشا انت تحطهم وديعة. انت فاكر انا مش عايز العربيات تشتغل؟ انا نفسي الدنيا تمشي. الفلوس اللي واقفة ديت موقفة حاجات كتير جدا، والوكيل الصح هو اللي يعمل خصم حقيقي. العربيات العالية سيبها زي ما هي، والعربيات اللي فرنش 300 و250 جنيه 1000 جنيه هوب يشيل خمسينات وسبعينات، هوب هتلاقي العربيات دي اتشفطت. 2018 هركب، 2017 هركب، 2019 هركب. يا راجل ده في حاجة غريبة في البلد. العربية تويوتا كرولا 2017 أغلى من 2019، ال 2006 أغلى من 2011. إيه يا عم الجنان ده؟ يعني عربية مش رشة ومكلحة وعداد 200,000 ويقول لك علشان مش رشة بره وجوه. بره وجوه بكل اخوة. كلمة اخيرة، معلش انا عارف انا طولت عليكم. كلمة اخيرة للوكلاء والمستثمرين، عصر لوي دراع المستثمر الكبير للدولة خلاص انتهى ومش راجع تاني. صوت المستهلك دلوقتي هو بجد الاقوى، والمواطن اولى بفرق الاسعار ديت. احنا عايزين فعلا مستثمر حقيقي يجيب العملة الصعبة والتكنولوجيا للبلد، لا للاحتكار، نعم للمنافسة الشريفة. وموضوع القروض والكلام دوت ده موضوع قديم وموجود في كل البنوك، وانا ضد اي تلاعب بعقول الناس واي طريقة قذرة عايز يكسب بيها تفاعل.
خصوصا انهم منزلين بوست بالطريقه اللي توصل لاي حد انهم فعلا عاملين خصم بجد، وهتروح تشتري العربيه بعد الخصم، وده مش موجود للاسف. المهم ان احنا مش هنشتري عربيات غير بالاسعار اللي نزل بيها الملك للسيارات، غير كده لا. السلام عليكم.